الناس فاهمه ان المشاكل كلها في اللي بيحصل حوالينا، لا، المشاكل كلها في اللي بيحصل جوانا، ده اللي بيمرض. اللحظه اللي انت تشعري فيها فلان ده مجرم وفلان ده غلطان، اعرفي ان كل الخناقه دي اصلا صوره لخناقه جوه عندك. الطب عنده مرض مزمن. مرض مزمن يعني ايه؟ بيتكرر اعراض. ده تعريف. تكرار الاعراض هم في الطب مش فاهمين ليه، لكن تكرار الاعراض بالنسبه لنا احنا في الطب التصنيفي واضح جدا. تكرار الاعراض نتيجه تكرار المشاعر المضطربه. الاتزان دي حاله يمكن للانسان ان هو يوصل لها ويحققها، بس دي مش محطه يوصل لها لحظه 2 3 10 وبعد كده بيقع منها وبعدين يرجع لها تاني. فرحله الاتزان رحله بنعيش فيها لحظات اتزان وبنعيش فيها لحظات اضطراب.